السلام عليكم، مرحبا بكم، عشركم مبروكة بالصحة والسلامة. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكة كتجي غزالة، ومع الكاو اللي كياكلها كتعجبو. ندوزو المقادير. عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال السكر سنيدة، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الدقيق، عندي جوج حبات بيض، عندي فانيا، عندي جوج اكياس ديال الخميرة، عندي واحد الفلون الحجم الكبير ديال الشكلاط. بسم الله. وخلاط كهربائي، نضيف الحليب، نضيف السكر، نضيف الزيت، نضيف فانيا، نزيدو الفلو، كنت عنسى. ضفنا الفلو، ولهذا الشكل هذا. غادي نقصو منو كاس،
نضيف كاس ديال الدقيق، راه عندي مغربل، قلب مستقل. درت بالزيت ورشيت الدقيق، ندخلوها الفران ونطلقها. بعد الكردو غادي هاد الكاس اللي نقصنا من الخليط، خليناها حتى بردات، راه ما بردتش بزاف، كنت مخليوها تبرد مزيان. قطعوها مربعات،
الشكل اللي جا تجي معلكة. شوف من الجناب كيفاش معلكة، قطعتها مربعات، زينتها بالشكلاط محكوك، كتجي غزالة. ومقادير بسيطة، والصحة والراحة.